شرعت في الآونة الأخيرة مصارف تجارية عدة بتوزيع السيولة النقدية ورفع سقف السحب، وذلك لحلحلة أزمة شح السيولة النقدية المنقطعة منذ أشهر في مختلف مناطق ومدن ليبيا، حيث أعلن مصرف الأمان رفع سقف السحب لجميع العملاء، وارتفع 50,000 دينار بالصك الشهري، ومئتي دينار بالبطاقة الأسبوعية، ومئتي دينار دون بطاقة أسبوعية. ومن جهته أعلن مصرف السراي للتجارة والاستثمار عن رفع سقف السحب لشهر يناير من 2,000 دينار إلى 3,000 دينار. المصرف التجاري الوطني فرع العزيزية رفع هو الآخر سقف السحب إلى 1,000 دينار، بينما بلغ سقف السحب في مصرف الصحاري سيدي خليفة 400 دينار، وبلغ سقف السحب في الجمهورية فرع الميدان طرابلس 1,000 دينار، بينما رفع مصرف الصحارى فرع عين زارة سقف السحب النقدي إلى 500 دينار لكل زبون متحصل على بطاقة نقود ممغنطة من أي فرع من فروع المصرف. تسلمت المصارف التجارية في سرت 23 مليون دينار، وبحسب بيان البلدية فقد بشر فرع مصرف التجارة والتنمية في سرت بالتعامل مع زبائن المصرف عبر شبابيك الخزينة 3، إذ أوضح مدير فرع مصرف التجارة والتنمية سرت علي عياد العمداني أن المصرف تسلم إرسالية نقدية قيمتها 10 ملايين دينار من الإدارة العامة للمصرف في المنطقة الشرقية. وأضاف فمدير الفرع أن سقف السحب لقيمة الصك الواحد 1,000 دينار ليبي، وأن آلية التوزيع تسير بطريقة منظمة عبر الأرقام اليومية، وأن كافة الإمكانات في المصرف قد تم تسخيرها لخدمة زبائن المصرف، بينما تسلم فرع المصرف التجاري الوطني سرت سيولة نقدية قيمتها 10 مليون دينار، كما تسلمت إدارة مصرف الوحدة الرئيسي وفرع جامعة سرت سيولة نقدية قيمة 13 مليون دينار، فيما تسلم مصرف شمال أفريقيا في سرت سيولة نقدية قيمتها 5 ملايين دينار، إضافة إلى مصارف الجمهورية في سرت وأبو هادي 10 مليون دينار. وجاءت هذه الانفراجة الملحوظة بعد أسبوعين من تطبيق سعر الصرف الجديد، إذ بدأت بعض المصارف في بيع النقد الأجنبي، مما أسهم بإيداع بعض الأموال في المصارف.